الجانب التشريعي شنو المهمة اللي عليها وفتحت جنابك زملائك في مجلس النواب اللجان الخاصة بالصحة وزارة الصحة. أنا أتحدث عن جانب التشريعي أولا. الجانب التشريعي الآن إحنا ما نقدر نوصل إلى قضية ما لم يتم التداول مع الجهات التنفيذية المعنية بهذا الموضوع. تعرف حضرتك القانون مقترح أو تعديل أو مشروع يأتي من رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية، يعني من الجهات ذات العلاقة أو التنفيذية. بصراحة من عدينا العدة لهذا المهرجان المتواضع كانت دعوات، وليس دعوات فقط، كانت كتب رسمية من مكتبي الخاص حتى يكون وقع رسمي، ليس فقط دعوة من عابرة يعني كتب رسمية، كتب رسمية. ابتدأت بالسيد رئيس مجلس النواب بالنيابة سيد محسن المندلاوي، وانتهيت إلى دولة رئيس الوزراء ومستشاريه، فضلا عن السادة النواب بكل المسميات وبكل اللجان. وجهت دعوات عبر المجاميع الجروبات الخاصة بنا، كذلك وجهت إلى وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية الراعية، وجهت إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أيضا معنية، إلى وزارة التربية أيضا معنية، مديريات التربية باعتبار أنه هؤلاء المرضى لم يكملوا دراسة تلاميذ، وجهت إلى وزارة التعليم العالي لأن قد يكون هؤلاء المرضى في طلاب جامعات. وفعلا أنا شفت البارحة واحدة من الأخوات المريضات هي صف رابع كلية الطب، وهي الآن محتاجة إلى أن تدفع القسط 4.5 مليون لأن هي بالتعليم الموازي ومحصلة على معدل 99.10 في هو عندهم تحديات، لكن قسم الكبير من عندهم حولوا هذه التحديات إلى فرصة للنجاح. زين ما شاء الله عليهم. وين شفتي ماكو استجابات؟ وين شاهدتي أنه أكو عدم إدراك لما يمر بمرض الثلاسيميا؟ يعني هسه أني لحد الآن عندي أمل أنه راح يتوافد إلى هذا المكان أصحاب الاختصاص اللي دعيتهم وبشكل تخصصي. أتمنى يعني ذلك. طيب الناس شكوا من وزارة الصحة على لسانهم وليس على لساني، على لسانهم يشكون من العلاج العراقي أو الماركة الأخرى، وليس السويسري. الكثير منهم طالب بالسويسري، عودة العلاج السويسري لأنه العلاج الموجود رديء حسب قولهم. هذه قضية، وأيضا قضية أخرى أنقلها لجنابك، قضية الرعاية الاجتماعية 160 إلى 130 إلى أقصى حد 175 ألف الراتب الشهري الخاص بمرضى الثلاسيميا. الشهريا يصرف المريض أقل شيء 300 ألف دينار عراقي بالشهر الواحد. هنا هذه الوزارة الثمانية وهذه أوراقهم. المفروض يكون أكو توازن في الموجود وفي اللي على مسؤولية الوزارات المعنية. هذا وصلتي للوزارات الكلام. لذلك أنا صراحة من وجهت هذه الدعوات أردت أن يشاطرون الموضوع ونكون فريق عمل متكامل، وتكون هنالك مخرجات وممكن تصنيف هذه المخرجات كلها حسب اختصاصه. هل تقترح هذه الوزارات التنفيذية المعنية أن ترسل قانون إلى مجلس النواب لإقراره ويكون القانون ملزم للجميع؟ هل هنالك رؤية لوزارة الصحة غير ما 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 نقل من المرضى؟ الآن حضرتك من التابع مريض، تشوف الآن هو أصبح طبيب نفسه، هو الذي يفصح عن المشاكل اللي عنده، وهو الذي يعرف أي العلاج اللي يفيده. المريض طبيب نفسه، احنا اللهجة الدارجة طبيب نفسه. العلاج هذا يأتي من 35 سنة علاج لنفسه. البارحة واحدة من المريضات قالت لي ست آني من عمري 3 سنوات مريضة، وآني الآن عمري 42 سنة. ست هذه معاناة. أني عانيت. أني ما أريد أخسر شكلي، وتعرف في مرحلة من المراحل شكلهم يتغير، وضعهم يتغير، يفقدون الحديد أتوقع مثل ما سمعت. إيه هذه قضية الحديد واستهلاب الحديد، هذه مشكلة. طبعا هذا شو تكون وجوههم شاحبة إذا ما يأخذون الدم بشكل دوري ووفق جدول معين. ممكن أن تعرف ويا هذا المرض اللعين أكو فقر، أكو عاوز، أكو نتم. لماذا لا يكون هنالك مركز خاص بهم في كل المحافظات؟ احنا عندنا يعني مركز مهود. احنا عندنا مركز ابن البلدي اللي هو تابع الى دائره صحه بغداد الرصافه، تقييمك الى ست بامان يعني يتوفر بكل شيء، لا يتناغم واحد من المشكله. ممكن اقول هالشكل حتى وصل رساله واضحه، حتى لا نبخس العاملين في هذا المجال.
انت نعم. شويه اعطيتيهم يعني نوع من المجامله، لكن لا لا مو مجامله استاذ احمد، مو مجامله مو هو المركز البلدي ايضا جاي يعاني، يقول انا عندي جدول وعندي طيب. قائمه اليوم يحضرون كذا مريض، ما راح يجي هو، ما راح يجي المريض بالجدول المقرر، بالتالي العلاج مالته والبطل الدم اللي انا مهيئه له ما راح اقدر اسلم لي اياه. صح. من يجي مره ثانيه هو مو من ضمن الجدول. ترى هي القضيه تحتاج الى تضافر جهود من المريض نفسه ومن الاسره ومن المجتمع ومن الصحه. لماذا لا يشكل دوله رئيس وزراء غرفه عمل مصغره لهذه الحالات؟ انا ارسلت كتاب رسمي للسيد دوله رئيس الوزراء وارسل مندوب عنه. احنا نقول بعض الامل الان موجود، خلي ينهي هذا المهرجان على خير وسلام، بالتالي مو مجرد سوينا مهرجان واخذنا اعلام وصورنا وانتهى الموضوع وتبقى القضيه سائبه، نهايه سائبه، بالامكان تشكيل لجنه من الجهات ذات العلاقه ومخرجات لهذه اللجنه، وبالتالي ممكن تصنيف هذه المخرجات من الذي يتعلق بالصحه بالتربيه بالعمل وشلون حتى بالدفاع. شلون راح تقولي ليش الدفاع؟ الدفاع احنا عندنا كثير من منتسبي الدفاع والداخليه عندهم 4 إلى 3 اطفال مصابين بالثلاسيميا، وهذا لازم بالشهر مرتين يروح يدير دم، امه ما تروح توديه للمستشفى او المركز، فراح يتاخر، من يتاخر راح يترسب عنده الحديد، من يترسب عنده الحديد يجوز ينهار يتضخم الطحال يجوز يموت. تمام، انا اشكر جزيل الشكر الست مهديه اللامي عضو مجلس النواب العراقي والمهتمه الوحيده في هذا الجانب، وعتبي الكبير على لجنه الصحه النيابيه ان شاء الله ما ابقى الوحيده. لجنه الصحه النيابيه عليها مهمه كبيره جدا، وانا كنت اتمنى في هذه القاعه الصغيره ان ارى لجنه كامله من مجلس النواب موجوده، هي لجنه الصحه النيابيه تدعم، لانه هذه هي المهمه الموكله لهم من قبل الشعب، فحياك الله. ويعني هذه المهمة كبيرة، ونتمنى أن تستطيعين الخروج بنتائج إيجابية للمرضى. شكرا بوجود الإعلام الحر إن شاء الله. حياك الله.